بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم بعض العينات اللي درستها في السابق في مختبري. طبعا هذه أحد العينات اللي درستها في السابق، كانت عينة عبارة عن طحالب اسطوانية وطحالب متوسطة الحجم. طبعا هذا النوع من أنواع الفصيلة تعيش في البرك المائية والبحيرات والبحار، لكنها يعني تنتشر بسبب الرياح أو بسبب المياه التي تنتقل من مكان إلى مكان آخر. طبعا هذه الفصيلة ليست خطيرة، يعني ممكن تشوف معها طفيليات وبكتيريا وفطريات وأنواع الميكروبات الموجودة فيها، يعني عينة موسعة جدا وكبيرة. طبعا لمحبين علم يعني طحالب البحر او طحالب البرك المائية او طحالب المستنقعات، ممكن يستفيد من هذا الموضوع ويدرسها بشكل موسع، لان العينة صراحة يعني تحتاج الى تركيز كبير جدا، وتحتاج الى امان شخصيا، يعني لانها يعني ممكن تصيب يعني تصيبك بامراض معينة، لأن في فصائل معها تعيش خطيرة جدا مثل ما تلاحظون هذه العينة. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وممكن تستفيدون بالبحث، يعني ممكن توسعونه تدرسون فصائل أخرى إذا كانت موجودة في برك مائية بجانب يعني موقعكم. ممكن تأخذ عينات وتدرسها تحت المجهر، يعني عشان تتعرف على الفصائل الموجودة ويتم يعني تصنيفها وتشخيصها ومعرفة يعني تفاصيل العينة ونوع العينة بالتحديد. ويعني ممكن تصادف لا يقل عن 20 ميكروب، 30 نوع من أنواع الطفيليات، يعني راح تشوف العجائب في هذا النوع من أنواع العينات. أهم شيء يكون التركيز على نوع العينة ومقدار العينة وعدد البحوث في هذا الجانب. وأتمنى أنكم استفدتم من هذا الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس آخر.